بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فقد قال مولانا الإمام اللقاني رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في أرجوزة جوهرة التوحيد، قال: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، في إشارة إلى قضية من القضايا التي دار حولها كلام العلماء، هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ الحقيقة أن هذا البيت لا يفهم وحده، لا يفهم إلا بجوار البيت الذي بعده، إلا بجوار البيت الذي بعده، وكالعادة لا نستطيع أن نفهم وحدنا إلا إن رحنا فتتلمذنا على يد مولانا الإمام الكبير رحمه الله تعالى سيدنا الإمام البيجوري، ونحن سويا طلاب في مجلس الإمام البيجوري في هذه الرحلة الماتعة التي نقرأ فيها حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد. كيف نضم البيت القادم مع هذا البيت من الأرجوزة؟ نقول: ورجحت زيادة بما تزيد ونقصه بنقصها، وقيل لا، انتظر، ونقصه بنقصها. تستطيع أن تقول هكذا: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. هذا هو الرأي الراجح، هذا هو الرأي. اقرأ مرة أخرى وافتح رأسك، أقصد افتح ذهنك وانتبه لما تقرأ. يقولها: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد ونقصه بنقصها. بس إلى هنا الرأي الأول، أنه قد رجح البيجوري ورجح الأئمة الأعلام والعلماء الأكابر أن الإيمان يزيد بإيش؟ بطاعة الإنسان، وينقص بنقصها. ونقصه ضمير بنقص، ونقصه عائد على الإيمان، بنقصها ضمير بنقصها عائد على الطاعة، فإن زادت الطاعة زاد، وإن نقصت الطاعة، وهذا هو الراجح عند المتكلمين. واضح هذا؟ لذلك قلت لكم إن هذا البيت لا يفهم وحده إلا إن ضم إليه البيت الذي بعده. افهم، اقرأ مرة أخرى. يقول: ها، ورجحت زيادة بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، هذا الرأي الراجح. وقيل لا، إذن هناك رأي آخر يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو أرى وقيل لا. وقيل لا يعني إيه؟ وقيل لا يعني وإن زادت طاعة الإنسان لا يزيد، وإن نقصت طاعة الإنسان لا ينقص إيمانه. هذا الرأي رقم كم؟ الثاني. قيل بل هو الراجح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بنقص الطاعة، وقيل لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بنقص، وهناك رأي آخر، هناك رأي إيش؟ ثالث. قال: وقيل لا، وقيل لا خلف كذا قد نقل. يعني إيه وقيل لا خلف؟ وقيل لا يوجد خلاف أصلا، وقيل لا. إذن عندي كم رأي الآن سنناقش؟ ثلاثة. الراجح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بنقصها، ورأي آخر يقول لا يزيد بطاعة ولا ينقص بنقصها، ورأي ثالث يقول لا يوجد خلاف أساسا في هذه المسألة. وهذه هي شباب آخر قضية من القضايا التي يتطرق إليها الإمام البيجوري مع الإمام اللقاني قبل أن يبدأ في ذكر أوصاف صفات الله سبحانه وتعالى، مما نسميه بالصفة النفسية، الصفة الإيه؟ النفسية. وبعدها يتكلم عن الصفات السلبية، وبعدها عن صفات المعاني، على ما تحت هذا من مباحث عقائدية ماتعة يحتاج المسلم أن يعرفها، فضلا عن أن يعرفها طالب العلم المتخصص. أسأل الله أن يكون هذا الكلام واضح عندكم. طيب، نحن الآن فهمنا هذين البيتين صحيح؟ لكن فهما عاما، وهذه ليست عادتنا في هذه الرحلة، نريد أن نفهم فهما تفصيليا. ومن الذي يعرفنا ويفهمنا فهما تفصيليا يا شيخ زغلول؟ الإمام البيجوري. فهيا إلى الإمام البيجوري. جميل هذا الكلام، شديد الوضوح. يقول مولانا: ها، ورجحت زيادة بما تزيد طاعة الإنسان. قال الإمام البيجوري، ها، يضع أيدينا على بعض التفاصيل. قال: قوله ورجحت زيادة الإيمان إلى آخره، تقدم أن العمل،
هذا قاله في الأبيات السابقة مباشرة. العمل من إيش؟ عند من؟ عند أهل السنة. وقد ذكر المصنف هنا أنه يزيد بزيادته، الضمير في زيادته على من؟ العمل، بزيادة العمل، وينقص فقال ورجحت زيادة الإيمان إلى آخره. أي ورجح جماعة من العلماء وهم جمهور الأشاعرة القول بزيادة الإيمان. لماذا؟ لأنه لا معنى لترجيح زيادة الإيمان إلا ترجيح القول بها، القول بهذا الرأي هو القول الإيش؟ الراجح. ورجحت زيادة الإيمان بإيه؟ قال الإمام البيجوري قوله بما تزيد طاعة، أي هذا هو السبب الذي يجعل الإيمان إيش؟ يزيد. إنسان يصلي الفجر في جماعة كإنسان ينام فيصلي الفجر الساعة 10 صباحا، أيهم إيمانه أعلى؟ الذي يصلي وحده ينام ويفكر أم الذي يصلي في جماعة؟ أيهما إيمانه أعلى؟ الأمس الأمر واضح صحيح؟ ها؟ قال ها؟ أي بسبب زيادة طاعة الإنسان. فالباء سببية، بما تزيد يعني بسبب، بما سببية. وما والطاعة، ما هي الطاعة؟ فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه. هل انتهت هذه القضية؟ أبدا. لذلك أنا قلت لكم إن هذا البيت لا يفهم إلا إن ضممنا له البيت الذي بعده. ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد به ونقصه بنقصها، ونقصه بنقصها دخلنا في البيت الذي بعده الذي يحمل رقم 21 من أبيات المنظوم. واضح يا مشايخ؟ طيب ماذا يقول البيجوري في قوله ونقصه بنقصها؟ قال وقوله ونقصه أي ها، ورجح الجماعة المتقدمون. منهم من هم الجماعة المتقدمون؟ أهل السنة، جمهور أهل السنة، جمهور. أي ورجح الجماعة المتقدمون القول بنقص الإيمان بسبب نقص الطاعة. إنسان لا يطيع ربه إيمانه أقل، وإنسان يطيع ربه إيمانه أعلى. قال وهذا بالنظر، وإلا فقد يزيده المولى بنقصه بمحض اختياره من غير سبب يقتضي. يعني هذا بالمنطق وبالعادة أن الإيمان يزيد بالطاعة، لكن قد يزيد الإيمان في حالات مخصوصة ليست هي القاعدة التي يقاس عليها من غير سبب الزيادة، من غير سبب. لكن هذا قاعدة أم شواز؟ شاذ، شاذ، ليس شواذ وإنما شاذ القاعدة. لأن القاعدة أن ما الذي يجعل الإيمان يزيد؟ الطاعة. وما الذي يجعل الإيمان ينقص؟ طيب إنسان ينام وإخوانه يقومون للصلاة يقولون له قم صلي معنا الفجر في جماعة، يقول الله قد فاض علي بإيمان وأنا نائم، وأنتم وإن صليتم فإيمانكم لن يرتقي إلى درجة إيماني. يكون هذا ماذا؟ نصاب، جيلة، إما مجنون أو نصاب. صحيح؟ إلا في حالات نادرة جدا قد يحدث. هذا كلام الإمام البيجوري، وهذا من النفس الصوفي عند البيجوري. وقد اقترحت وأقترح مرة أخرى بحثا دقيقا في حاشية البيجوري على الجوهرة، يجمع لنا فيها طالب، يجمع لنا فيه في هذا البحث طالب جاد نشيط، المفردات الصوفية في كلام الإمام البيجوري. بحث دقيق جدا، من قام به كان شاب، كان طالبا نبيها بحق. انظر هذه اللفتة، ما له يقول هذا؟ هل هذا الكلام ورد في البيت، بيت البيجوري، بيت اللقاني؟ لم يرد، فما له يقوله؟ إنما هو النفس الإيه؟ النفس الصوفي الرحماني فيه رضي الله عنه رحمه الله تعالى. قال الله الله الله، وهذا بالنظر لماذا؟ وإلا فقد يزيده المولى فيضا وعطاء منه سبحانه وتعالى. وإلا فقد إيه؟ يزيده المولى وينقصه بمحض اختياره من غير سبب يقتضي. وإذا قلنا، اقرأوا يا أولاد، يزيد وينقص فمحله في غير إيمان الأنبياء والملائكة. الله، الإيمان يزيد وينقص، هذا لمن؟ للمؤمنين. أما إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، يزيد وإيه؟ أما إيمان المؤمنين وإيمان الملائكة بجم، إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص.
إيمان الملائكة ثابت، وإيمان الأنبياء فأنا عندي كم نوع؟ ثلاثة. إيمان يزيد وهو إيمان عامة المؤمن، وإيمان يزيد ولا وهو إيمان الأنبياء، وإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان. صحيح؟ طيب نقرأ. يقول سيدنا الشيخ: وأما إيمان الأنبياء فيزيد، لأن الكامل يقبل الكمال ولا ينقص. إيمان الأنبياء لا ينقص أبدا، الله الله، لكن يرد أن الأنبياء يحصل لهم تجل عظيم في بعض الأحيان كما كان ليلة المعراج، فالإيمان بعده ليس بمنزلته قبله، إذن هو ليس زاد، إنما جاءه إيمان مختلف. كأن هذا المعترض يقول هذا ليس إيمان قد زاد، إنما ده إيمان مختلف جاء بعد تجل عظيم. ماشي، ما فيش مشكلة. ويجاب بأن هذا لا يستلزم تفاوتا في إيمانهم، ومما يشير إلى أن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص يعني قول سيدنا: ولكن يطمئن قلبي. الله الله الله، يعني هو مؤمن ولكن اطمئنان القلب إيش؟ زيادة. إيمان القلب ماذا؟ طيب، وفي مفاتيح الخزائن العلمية لسيدي علي وفى معنى قوله تعالى: أولم تؤمن، أولم يكفك إيمانك الذي عندك، يعني هو مؤمن. أولم تؤمن معناها أولم إيه؟ طبعا يا جماعة تعرفون هذه القصة، تعرفونها في القرآن الكريم، قال ربي أرني كيف؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك، واعلم أن الله لا، واعلم أن الله إيه؟ ها؟ تزيل الآية ماذا؟ ليس على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. أنت لا تجعلنا نكفر، الله على كل شيء قدير، لكن تزيل الآية ليس هكذا، تزيلها ماذا؟ عزيز حكيم. الله، كان المتوقع أن يكون تزيل الآية والله على كل شيء، لكنه جاء بقوله ماذا؟ عزيز وحكيم. ما علاقة عزيز حكيم بيجعل على كل جبل منهن جزءا؟ و اراجعوا هذا، فإن فيه علما واسعا. سيدي علي وفى هنا يقول: أولم تؤمن، يعني أولم يكفك الإيمان الذي معك؟ أنت مؤمن، لكن أولم يكفك البلاء ولكن ليطمئن، أي أريده أن يزيد، لأن إيمان الأنبياء لا ينقص. واضح هذا؟ ما شاء الله. قال معنى قوله تعالى: أولم تؤمن، أولم يكفك؟ قال: بلى ولكن ليطمئن ها من قلقه لرؤية الإيش؟ الكيفية. ومعنى ما ورد في الصحيح: نحن أحق بالشك من أنه لو لحقه، لو لحقه شك، لم يلحقه شك أصلا، لو لحقه شك كنا نحن أيضا شككنا. إذن إبراهيم لحقه شك؟ لم يلحقه شك رضي الله عنه. قال: أنه لو لحقه شك إيش؟ لتطرق لنا بالأولى نظرا لحال، يا مشايخ اقرأوا يا مشايخ، نظرا لحال الأمة لا لحاله صلى الله عليه وسلم، أو نظرا ويكون تواضعا. يعني سيدنا إبراهيم يقول ذلك إيه؟ تواضعا. أما إيمان سيدنا الخليل هل نقص؟ هل ينقص إيمان الأنبياء؟ لا ينقص. إذن أنا عندي إيمان يزيد وينقص، وهو إيمان عامة المؤمن، يزيد بماذا وينقص بماذا؟ بنقص الطاعة. وعندي إيمان يزيد ولا، وكل شبهة وردت في حق الأنبياء مما تشير إلى أن إيمان بعضهم نقص، هذه شبهة إيش؟ مردود عليه، لأن الأنبياء إيمانهم ماذا؟ لا ينقص أبدا، يزيد ولا. عندنا النوع الثالث ما هو؟ لا، إيمان ثابت. من هذا إيمان من؟ اسمع ماذا يقول الإمام البجر: وأما إيمان الملائكة فلا يزيد كما ذكره، اقرأ يا مشايخ، كما ذكره المصنف نعم في كبيره، يعني في الشرح الكبير للبيجوري للجوهرة، عن من؟ عن ابن القيم. وهو لماذا إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص؟ لماذا؟ لأن إيمانهم جبلي، أصل الخلقة، في أصل الخلقة، بأصل الطبيعة، وما كان بأصل الطبيعة لا يتفاوت. وذكر الشيخ عبد البر الأجهوري أن إيمان الملائكة يزيد ولا ينقص، فجعله كإيمان الأنبياء، ولكن الراجح أنه لا يزيد ولا، فهو جبلي ولد معهم بخلقتهم، لا يزيد ولا.
الخلاصة لننهي هذا اللقاء ونواصل بعد ذلك. قال: فتلخص أن الأقسام ثلاثة. أقسام إيه؟ أقسام ماذا؟ أقسام الإيمان من حيث الزيادة. اقرأ. قال: فتلخص يزيد وينقص. هذا القسم الأول. هذا القسم يزيد وهو إيمان الأمة إنسا وجنا. حتى الجن يا شيخ محمد الفاتح، حتى الجن، حتى الجن، لأنهم مكلفون، إيمانهم يزيد وإيه؟ طيب، والقسم الثاني: ولا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة على المشهور، لأن هناك رأي يقول هو إيمانهم كإيمان الأنبياء، والمشهور الراجح أن إيمانهم لا يزيد ولا ينقص. واضح هذا مشايخ؟ وهو إيمان الملائكة على المشهور. والقسم الثالث: ويزيد ولا ينقص، وهو إيمان الأنبياء. وزاد بعضهم قسما رابعا. يا ترى ما هذا القسم الرابع؟ ينقص ولا يزيد أظن هذا، وهو الذي ينقص ولا، وهو إيمان الفساق. إيمان من؟ طيب، هل هناك أدلة على هذا؟ قال: وقد احتجوا على أن اقرأ يا شباب، بحجة عقلية ونقلية، كأن الإمام البيجوري ينتصر لرأي أهل السنة أو لجمهور أهل السنة كما انتصر الإمام اللقاني، فراح يورد لك الأدلة. يعني الإمام اللقاني في الأبيات قال: ورجحت زيادة الإيمان، رجحت زيادة الإيمان بإيش؟ بما تزيد به طاعة الإيه؟ الإنسان. ولم يقل لك الدليل على أن الإيمان يزيد، ولم يقل. من الذي جاء بالأدلة وأشار إليها في الشرح؟ البيجوري. فقال الإمام البيجوري رحمه الله تعالى: وقد احتجوا على أن الإيمان يزيد وينقص بحجة عقلية، وأما العقلية فهي أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقص لكان إيمان أحد الأمة بل المنهمكين على الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة، واللازم وهو المساواة باطل. فكذا الملزوم الذي هو عدم التفاوت بالزيادة. يعني لا مؤاخذة، يعني سامحوني، يعني إيماننا كإيمان شيخ الأزهر، يعني هل هذا يقبله عقل؟ لو لم يزد الإيمان وينقص لكان إيماني وإيمان شيخي في درجة واحدة، وهل هذا يوافق عليه إنسان؟ يعني لكان إيمان المصلي كإيمان الغافل الكسول، لكان إيمان الطائع المستحي الذي يغض بصره يا شيخ رضا كإيمان الذي يسير في الشارع يدب رأسه وبصره في كل واحدة وإن كانت حتى مصرية، ليست مشكلة، المهم ينظر ويشتهي. هل هذا يعقل؟ إذن العقل يقول أن الإيمان يزيد وإيش؟ هذا دليل ماذا يا رجال؟ عقلي. لكن هناك أدلة نقلية أيضا. اقرأ. ها، وأما النقلية فهي النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ عملت لهم إيه؟ زادتهم إيمان. إذا الإيمان ماذا؟ طيب، وكقوله ها ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقوله ويزداد الذين آمنوا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما سأله الإيمان يزيد وينقص قال: هل هذه إجابة صريحة؟ إجابة صريحة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. لا إله إلا الله، ينقص حتى يدخل صاحبه إيش؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر، اقرأ، بإيمان هذه الأمة لرجح به. ها، وهذا الحديث كالآيات السابقة لا يدل على أنه، فيضم إلى ذلك: وكل من يقبل الزيادة يقبل. نعم، كل ما يقبل الزيادة يقبل، لأن كل الآيات، كل إذا رجعت هذه الآيات وهذه الأحاديث إنها تشير إلى الزيادة فقط، صحيح؟ هل جاءت آية تقول ينقص إيمانه؟ لا، ما فيش ينقص، إنما كله إيش؟ لكن المنطق والعقل يقول ما يقبل الزيادة يقبل، إذن الإيمان يزيد فيتم الدليل فإيش؟ طيب، وأورد على هذه الضميمة إيمان الأنبياء، وأجيب بأنه خرج إيمان الأنبياء، خرج من هذه الآيات، لا ينضم إيمان الأنبياء تحت هذه الأدلة، خرج من هذه الضميمة، يعني لا ينضم. لا إيه؟ لماذا خرج؟ ليش؟ ها؟ لوجوب العصمة الدائمة المانعة من إيش؟ من نقصه. وهناك رأي آخر يقول إن الإيمان إيه؟
لا يزيد ولا ينقص، وهذا الرأي هو الذي سنبدأ قراءته واللقاء حوله، لكن متى يا شباب؟ في الدرس القادم إن شاء الله. فإلى أن أراكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.